السلام عليكم وربنا يدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقتنا النهارده هتكون مميزه جدا لانها بتخص مشكله في منتهى الصعوبه. معظم مربيين الدواجن بيعانوا من حل هذه المشكله، ده لان مشكله العرق في الدجاج سواء كانت كتاكيت او فراخ في العمر الكبير بتاخد وقت شويه على ما بتوصل للتشخيص الصحيح. احيانا بتشك في العلف وتتصل بمصنع العلف، يا جماعه الكالسيوم، الفيتامين د، الفوسفور، ترجع بعد كده تلاقي في عنابر تانية بتستخدم نفس العلف وما عندهاش نفس المشكلة، فترجع تشوف لا ممكن الفيروس، لا الامهات، لا بتبدأ ان انت بتضيع وقت على ما بتوصل للتشخيص الصحيح. وبالتالي اذا الفراخ اللي حصل فيها عرق ما ماتتش، على الاقل بيكون وزنها اقل من الطبيعي، بتدخل في ما يسمى الفراخ السردة. وعلشان كده حلقتنا النهاردة هحاول ان انا احط ايدك على تشخيص سريع، ازاي تقدر تشخص بسرعة مشكلة العرق عندك في الفراخ، هل سبب بكتيري، فيروسي، علف، ازاي نحددها علشان نوفر وقت علشان ما تضيعش كتير من المجهود والزمن. لان مشكلة العرق دي بالذات اذا حضرتك عرفت تشخص المشكلة بسرعة سببها ايه هيكون سهل جدا علاجها، لكن لو تأخرنا فزي ما بقول لحضرتك هتسبب قلق وخسارة مادية كبيرة. لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على حبيبنا المصطفى في التعليقات، ولو عندك اي سؤال انزل حالا اكتب سؤالك في التعليقات وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. علشان مشكله العرق في الكتاكيت او الفراخ بيكون ليها اكتر من سبب، هقدم لحضرتك دلوقتي الاسباب وازاي تعرف اذا كان السبب ده هو المشكله اللي عندك ولا لا. يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك هتدخل عنبرك لقيت فيه كتاكيت بتعر، اول حاجه بتبحث عنها هل الكتاكيت اللي بتعرق دي عدوى ولا حالات فرديه، بمعنى يعني هل في التهاب، تورم، احمرار، سخونه في المفصل ولا لا. طيب افرض ان هو مفيش الكلام ده، يبقى انت كده بيذهب ذهنك الى اتجاه العليقه. يعني ايه العليقه؟ يعني فعلا ممكن يكون في خلل في الكالسيوم، في الفوسفور، في فيتامين د، التركيبه سواء زاد فيتامين د او نقص، سواء بالزياده او النقصان، يعني الحاجات دي او الفيتامينات دي لو زادت بتعمل عرق ولو قلت بتعمل عرق. فاذا في خلل عامه، انت بتروح بقى في الحاله دي بتتواصل مع مصنع العلف وتشوف بسرعة إذا كان الخلل ده في العلف بتحاول إن أنت تصلحه. ليه؟ لأن مفيش عدوى. واللي يأكد الكلام ده حضرتك إنك بتيجي تكسر العظمة بتاعة الرجل بتلاقي فعلا في هشاشة في العظام، يعني صوت الكسر ده مش ظاهر، أنت مش سامعه كويس، بتلاقي الإيه؟ العظمة طرية في إيدك. طيب إذا كان في عدوى اللي هو التهاب في المفصل، تورم، إحمرار، طيب ايه بقى؟ ايه العدوى؟ ممكن تبقى ايه؟ هنا في احتمالين او ثلاثة. الاحتمال الاول انه يكون فيروس، زي مثلا فيروس الريو، ده فيروس بيعمل حصل التقزم في الكتاكيت، بتلاقي ان في ريشة في الجناح واخدة بشكل مختلف عن باقي الريشة، فبتكون عاملة زي شكل الطيارة الهليكوبتر زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم في الشاشة. طيب ده لو سبب فيروسي. ممكن ايه تاني؟ ممكن يكون سبب زي الميكوبلازما، نوع من انواع الميكوبلازما زي الام اس، بتعمل برضه نفس القصه في المفصل، تورم والتهاب وسوائل داخل المفصل. بالاحتمال الثالث انه يكون بكتيري. يعني ايه بكتيري؟ يعني اصابه بكتيريه زي مثلا الايكولاي او الاستاف. الاستاف ده نوع من انواع البكتيريا بتصيب الفراخ، ليها شكل من الاشكال عباره عن التهاب في باطن القدم في الفراخ الكبيره بالذات، او تورم وصديد بجوار مفصل الركبه. هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه الشكل بتاع الاستاف او التورم اللي بيحصل في الركبه. اذا لاحظت او شفت حضرتك ان في تورم حوالين الركبه بالشكل اللي ظهر على الشاشه، يبقى اذا المتهم الرئيسي هو بكتيريا الاستاف. يبقى كده ملخص الكلام، العرق لا اما يكون عدوى فيروسيه زي الريو، بكتيريه زي الايكولاي والاستاف، ميكوبلازما زي الام اس، وطبعا اللي ياكد الكلام ده وجود عدوى اللي بتسبب نافق او نسبه من النافق، يعني بيحصل ان في نافق مع المشكله. لكن لو كانت المشكله بدون عدوى والعظام بتكون فيها شاشه، ما بيكونش في عدوى او التهاب او احمرار او تورم في المفصل. لكن في سببين كمان ممكن يسببوا عرق في الكتاكيت في المزرعه، الا وهما
ارتفاع نسبة السموم الفطرية، بمعنى ان ممكن يكون العلف سليم 100% وتركيبته ممتازة 100%، لكن هو ممكن يكون العلف ده متأخر في التخزين شوية، او عندك من الدورة اللي فاتت اكتر من شهر في التخزين مثلا، طاله نسبة من الرطوبة، وبالتالي السموم الفطرية بتعمل ايه؟ بتخلي الكبد لا يستطيع امتصاص فيتامين د اللي في العليقة. يعني العلف فيه فيتامين د وكل حاجة والتركيبة متزنة، لكن السموم الفطرية أثرت على الكبد، فبالتالي عدم امتصاص فيتامين د يؤثر برضه على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهكذا تدخل أنت في مشكلة إيه؟ الفراخ تتكسح. ما هنا بقى بيكون مش شكل عرق، بيكون فراخ متكسحة مش قادرة تقوم تقف، بيكون غالبا الشكل ده هو شكل من أنواع التسمم بالسموم الفطرية. طيب النوع الاخر او السبب التاني، ان ممكن يكون العمال غشم شويه في حركتهم، عنبر زحمه، فتلاقي الكتاكيت عماله ايه تتكسر تتجرح، ممكن يحصل انزلاق وتر. قال لا، ليه بقى؟ من الحركه الغشيمه من العمال. طبعا الجرح لو النشاره خشنه مثلا، النشاره لو خشنه وفيها دبابيس كده، ممكن العمال وهي بتجري كده الكتكوت ينجرح، فيدخل حاجه زي الاستاف زي ما قلنا في العدوى البكتيريه. البكتيريا زي الاستاف بتصيب القدم وتعمل خراج بعد كده ومشاكل واصابه بكتيريه. وبكده يكون تقريبا احنا لمينا كل اسباب العرج اللي ممكن انت تدخل مزرعتك تلاقي فيه مشكله في الكتاكيت، في نسبه من العرج، تفهم بسرعه المشكله فين علشان ما تضيعش وقت في حلها. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ارجو اللي عنده اي سؤال ينزل في التعليقات يكتب لنا سؤاله، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.